هذه مذكرة كانت خرجت بها وزارة التجارة والصناعة، على مذكرة مرتبطة بالاستيراد. هذه المذكرة هذه تحطت في شهر 12، التفعيل ديالها غادي يبدا في شهر 2، يعني على مستوى الخارج، وشهر 4 على مستوى الداخل. يعني بالنسبة لنا، بغينا نقولوا على حساب هاد، انت سولتني على حساب علاش جمعوا هاد الناس، لأنه لقات شوية واحد بالنسبة لردود الفعل ديال التجار والمستوردين، وهذا كان شوية ما كان صعوبة ديال الفهم ديال هاد المذكرة، مما اضطرنا ولا رغمنا أننا في ظل علاقتنا مع التجار ومع المستوردين إلى آخره أن ننظموا هذا اللقاء، لأن تحتمته الضرورة على أننا ننظموه، لأن للضرورة أنه تنظم. وحنا الحمد لله هما كما كتشوف الحضور، لأن الكثافة ديال الحضور على دليل أنه الاهتمام ديالهم البالغ بهذا الموضوع هذا، لأنه كيهمهم بشكل كبير. وهذه المذكرة نزلت غادي تفعل في شهر 2/1، وفيها غادي تعطى قبل كانت الاجراءات كدار لمسيه مع تابعه لوزاره التجاره والصناعه، اليوم تعطات لواحد 3 شركات اوروبيه، من بينهم شركه اسبانيه وفرنسيه والمانيه، وهما اللي غيبداو يديروا لمسيه، وغيديروا لمسيه خارج ارض الوطن بما فيهم 90% ديال المنتوجات الصناعيه، يعني هما هادو غادي و 10% تقريبا غادي تكون هنا في المغرب. وكاين دي زارتيكل اللي ما يمكنش دير لهم لمسيه تماك، يعني معايير الجود كونفيرميتي تعطى لك على برا. بالنسبه لهاد المذكره هذه فيها ما هو ايجابي، ولكن فيها اكراهات كثيره، اللي فيها عدد وثائق، ومني كنتعاملوا مع دوك الشركات وسيختو ان هاد الوثائق هادو بحال خدمات للناس الكبار، بكون بصراحه، لان هاد الطريقه باش خدمات هاد المذكرات خدمات للشركات الكبار، يعني الشركات المتوسطه والصغرى اليوم غادي نضاطروا. الحكومه اليوم تنقول لها انها مشات ضد الخطاب ديال سيدنا الله ينصرو، لان سيدنا الله ينصرو في الخطابات ديالو كلها كيهضر على المقاولات الصغرى والمتوسطه، وتنهضه الاقتصاديه في جميع الدول، لا البرازيل ولا الصين ولا الدول العظمى اليوم تنهضات بالشركات الصغرى. اليوم كنطعموها باش تكبر، وغدا هذوك الشركات ملي كيكبروا كيشغلوا لنا واحد العدد. اليوم هاد السياسه اللي باش جايه كتقول لواحد القطاع كبير اللي كيمثل واحد 80% في المغرب ديال الشركات الصغرى والمتوسطه اللي كيامبورتو في دول العالم كامل، كتقول لهم باي باي بهاد الاجراءات اللي كتقول اليوم. اليوم ما فهمتش انا كيفاش الحكومه اليوم الناس كتصوت عليها باش تكون في صالح هاد الناس، اليوم كتعاقبها. هذا بكل وضوح، يعني هذا الشيء اللي كاين، وحنا ان شاء الله باذن الله اليوم غادي نديروا، عندنا مذكره اللي غنعطوا فيها، ماشي غير تنتكلموا، اليوم غادي نعطيو غادي نقولوا هالاكراهات اللي كاينه، وغادي نعطيو المذكره للحكومه ان شاء الله باذن الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.